أيام من حاسمة في تاريخ مصر، أيام لا نظير لها في تاريخ الشعب المصري مطلقا. لم تعرف مصر ثورة كما حدثت في 28 يناير، حتى ثورة القاهرة الأولى والثانية لم تكن مشابهة لما حدث في 28 يناير. كانت ثورة القاهرة الأولى والثانية ضد الفرنسيين، أما ثورتنا المباركة بفضل الله فقد كانت ضد الاستبداد، ضد الظلم، ضد القهر، ضد الفساد، ضد طاغية حكم مصر بدون رقيب، وملأ سجون ومعتقلات مصر بشبابها الأطهار وعلمائها الأخيار. لم يرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، فكان موعده مع الله تبارك وتعالى في ثورة لم تستخدم سلاح، لم تستخدم سلاح إلا إيمانها بحتمية زوال الطاغية وحتمية زوال الفاسدين من حكم مصر، وقد كان بفضل الله تبارك وتعالى. عندما خرج الشعب وهتف الشعب يريد إسقاط النظام، خرج الشعب بصدور عارية فواجه طلقات نارية من قوة غاشمة ومن ظلمة ومجرمين. لم يرقبوا في مؤمن إلا ولا ذمة، لم يرحموا صغير ولا كبير، فكان وعد الله تبارك وتعالى إن ربك لبالمرصاد، إن ربك لبالمرصاد، فأذله الله تبارك وتعالى. وها هو اليوم الطاغية وعصابته خلف القضبان. نعم، وصدق القائل: كم من ممالك إلا وجهه كل هالك، كم من ممالك إلا وجهه سبحانه وتعالى كل هالك. اليوم حبيب العدل الذي ملأ السجون بالمظلومين يلتمس اليوم علاجا لعينيه لمرض أصابه، وهو الذي سجن امتثالا لأمر الطاغية رجل قال لحسن مبارك في الحرم في يوم من الأيام كلمتين، قال له: اتق الله. فاعتقلوه ومكث في السجن 14 عاما حتى ضاعت إحدى عينيه، ولم يرحموا حبيب العدل ولا زبانيته، لأنه قال للطاغية، لفرعون: اتق الله. الحمد لله الذي أذهب الطاغية والفاسدين والمفسدين، ولكن المرحلة اليوم أصعب مما فات، لأن المؤامرات أخطر مما كان. كانت بالأمس مؤامرة واحدة من نظام مستبد فاسد، أما اليوم فالمؤامرات كثيرة، فالمؤامرات من قوى كثيرة، من الغرب ومن هنا ومن هناك ومن الداخل. فلا يتركنا الغرب، ولن تتركنا أمريكا ولا إسرائيل. نهنأ بدولة مستقلة حرة يرسخ فيها قواعد العدالة لكل مواطن في هذا الشعب وفي هذا الوطن. لن يتركونا، سيؤججوا الفتن وتخرج الفوضى في كل وقت تحت حجج واهية، مرة تحت فتنة طائفية، ومرة 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 باستغلال أحداث أو بأي شيء يريدون منه إشعال فتنة توقف مسار حركة التاريخ، حركة الحرية والعدالة للشعب المصري. وهنا أقول بكل وضوح: أول نقطة أتمنى من كل إخواني أن يلتفتوا إليها جيدا، أن ننتبه بحكمة وهدوء وألا ننجرف إلى أي استفزاز، فالمعركة خطيرة والموقف حاسم والمؤامرات تحاك ليل نهار.
كي ينقرب الشباب المسلم إلى أتون أي مشكلة فيوقف كل أمل للحرية لهذا الشعب، فتوقف كل منافس الحرية وتغلق. وها نحن نرى أن أزدام حسني مبارك يريدون العودة إلى ما كان عهده، وينقلون شكل النظام من نظام يحكم حسني إلى نظام يحكم حسين أو آخر أي شكل. يريدون عودة الاستبداد، يريدون عودة قانون الطوارئ، يريدون عودة ليس الفلول من الحزب الوطني ولكن الفاسدين المفسدين من الحزب الوطني لكي يشاركوا الأحرار في حريتهم، وهم الذين نزعوا منا الحرية، وهم الذين قهروا هذا الشعب على مدى 30 عاما. تمرغ أزيال الحزب الوطني في كل نعيم سرقوه من هذا الشعب، فلا يمكن أبدا. ونحن نصر بكل وضوح ونقول للمجلس العسكري مع احترامنا وتقديرنا له، ولكننا نقول له لا عودة إلى قبل 25 يناير، لا عودة إلى قانون الطوارئ، لا عودة إلى أزدام الحزب الفاسد إلى الوجود في الحياة السياسية في مصر. هذا لن يكون أبدا. فنحن شعب بفضل الله عرف طريقه للحرية، عرف طريقه لأخذ حقوقه، ولن نفرط في حريتنا، لن نفرط في حقوقنا مهما كان الثمن. نعم الحرية عزيزة وغالية ولن نفرط فيها، لن نسمح بأشكال وأنماط أخرى من حبيب العدلي أو حسن عبد الرحمن ترجع بأي وجه آخر وتعيد لنا الوجه الكئيب لأمن الدولة أو لأمن الفزع لمصر ولشعبها. لن نسمح أبدا أن يكون هذا بعدما ضحى الشباب بدمائهم في ميدان التحرير وفي ميادين مصر كلها، لن نسمح أبدا بهذا. النقطة الثانية أن على كل شباب التيار الإسلامي أن يعلم أن الإسلاميين مستهدفون وأن الحرب تدور عليهم خفاء وعلانية. ونحن اليوم إذا كنا نتحدث في حزب الأصالة بحزب إسلامي أو ذو مرجعية إسلامية، ولكننا نقول بكل وضوح أننا نشارك جميع القوى السياسية الوطنية الحرة النظيفة الإيمان أن هذا الوطن لكل أبنائه. لا نستقطب أحد ولا ندعو للعزال ولا استقطاب ولا طائفية، إنما ندعو إلى كيان وطني محترم يحترم إرادة هذا الشعب. وإذا كانت إرادة هذا الشعب في تطبيق شرع الله فلنحترم إرادته بتوافق وطني، لا باستغلال لأي انتهازية ولا بمحاولات أن نحاول أن نوقف هذا المد الشعبي الذي انطلق بعد أن كان أغلق عليه أبواب السجون. نعم مصر كانت في سجن كبير، مصر كانت في سجن كبير وانفتحت أبواب السجن بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته، ولكننا ينبغي ألا يصطادنا أحد في كمين أو في استغفال أو في أي محاولة كي يظهرنا أننا نمزق شمل الوطن أو أننا نحاول أن نجعل الوطن نصفين، نصف إسلامي ونصف غير إسلامي. هذه كلها محاولات لمحاولة زرع الفتنة وتوجيه سهام أعداء الإسلام وأعداء مصر من الخارج. بذلوا محاولات كثيرة، ولكننا نقول بكل وضوح أننا ننحاز إلى تحالف وطني ندخل فيه انتخابات برلمانية. هذا التحالف الوطني لا يضم أي مخالف لقواعد هذا الوطن، وقواعد هذا الوطن هي الحرية والعدالة ثم إسلام هذا الوطن دين الغالبية.
نحن إذا كنا نتفق على تحالف وطني نعبر به مرحلة حرجة في تاريخ مصر، ولكن هذا التحالف لا يضم ولا يضع أي يافطة تخالف ما توافق عليه الشعب من أن الإسلام أولاً ومن أن مصر فوق الجميع، لا يضم من يناقض شرع الله، ولا يضم من هو من الفاسدين أو من أزلام الحزب الوطني. هذه مسألة من الأهمية كي نعلم أن محاولة أن نتميز بأي شكل من الأشكال هي محاولة وضعنا في خندق كي يسهل ضربنا وكي يسهل الالتفاف علينا وكي تسهل المؤامرات. نحن في مرحلة حرجة. حكومة قطعت الصوت. تفتكر حد من الفلول موجود؟ بس الحمد لله. نحن في مرحلة هامة لا أطيل عليكم. نحن نقول بكل وضوح لن نفرط في إسلامنا، لن نفرط في ثوابت ديننا مهما كان الثمن. بفضل الله قدم الكثير منا الثمن من تضحيات، من حريته ومن ماله ومن جسده. قدم الكثير من أبناء هذا الطيار العفيف الطاهر الثمن، ولن نفرط في ديننا، ولكننا لسنا بأغبياء كي يتم استقطابنا أو كي نقسم الوطن ونشارك أن يستهدفنا أعداء الإسلام فتنقلب كل الأحوال وتنقلب العملية السياسية في مصر تحت زعم أن هناك دولة دينية قادمة. نحن نقول بكل وضوح نحن نريد دولة مصرية حرة مستقلة دينها الإسلام، لن نفرط في ذلك مهما كان الثمن. كلمة أخيرة ولا أريد أن أطيل عليكم، نحن في هذه المرحلة الحاسمة في مرحلة فيها كثير من الإشكاليات وكثير من الاضطراب الأمني المقصود وكثير من الخلافات السياسية، فلنضع أيدينا في أيدي بعض. أقول بكل وضوح نحن نمد أيدينا إلى كل إخواننا في التيار الإسلامي أولا ولكل الوطنيين، لا نمنع أيدي الاتحاد، لا نمنع يد الوحدة عن إخواننا من الأحزاب الإسلامية، بل نقول لهم نحن جميعا يدا واحدة، لسنا يد ويد، بل نحن جميعا يدا واحدة، لسنا يد ويد، نحن جميعا كل الأحزاب الإسلامية هي وسائل وآليات، كلنا يد واحدة. ونقول لكل الوطنيين في مصر الأحرار الشرفاء، فلنكن جميعا يدا بيد من أجل مصر حرة مستقلة دينها الإسلام، لا يعلو على الإسلام شيء في مصر. وشكرا لكم.